على قلبي انا اشهى الحلوان اشهى الطول اشهى الحلاوه يا حلوه مالك اسمعوا لك مالك قد هتدخل ادخل منو من عبالك بكره بدو على تليفوني ما عم ترد لا انا بدي ادوي عليها انا بقى في عصابة حوالي يخطفوني هربت منهم بس ضلت شنطتي معهم يخطفوكي واخذوا شنطتك مين هدول العصابة؟ قولك يا شوفي انت حقا مش هتعمل انت امي انا قولك قوم انت تتر في عصابة خطفوها لأختك وهربت منهم سرقوا شنطتك شو؟ ومين هدول؟ ما بعرف بس شكلوا قريبين المدرسة خدوج الحقيني خلصينا بقى وينو هدول اللي خطفوكي وينو ديك ديك هلا 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 كانوا هون 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 كانوا ايش مالهم هون بس بتعرفي لو لقط لك اياهم كنت طربشت لك اياهم كلياتهم بس حظهم حلو ما شفتهم ها هي واحد منه هي واحد منه ها فرجي فرجي شلون بقى هلا بدي اطربشت لك اياه فرجي لا انت ما تستحي على حالك ما ترجع على بنت زادت لك زادت عم تحكي معي انت؟ لا عم بحكي مع خيالي نزل تحت نزل روح عمي روم نورو بلا ما تقلق قتل على اخر المسا روح طلع بوجهي حفظته منيح رح تندم ها فرجيني ايش رح يطلع معك بدي احكي بصراحة انا سيد الساحة امشي قدامي امشي رح ينططقك والله يحقبوا عليكي حق جابك شنطتك امشي ليه 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 يا رجال اليوم لنكسرون جاهزين بحقوني على السيارة ليكو يا شباب ليكو انزلوا قولي لك هدول منين طلعوا قولي قولي ابي ابي طلعوا ابي ما في تفاهم ما في شيء كسر ايديكم يخرب بيتكم من حالكم خرب بيتها ليش ما عم تشتغل؟ لا ابدي بعد امرك اعطينا دفشه يلا يلا خليك يلا يلا واحد اثنين ثلاثه ما شاء الله العزم الله يخلي لك شبابك الله يسمعك الله يسمعك خبيتها من حالها ولكن انا راح اعمل فيها المستحيل قولك يا بطيخ يا زفت لو طلع شو عم بشخم ولك قوم انت تاي ايه ايه ايش فيش بدك ضل نايم ولك صار العصر قوم شو بشكي عندك ايش بده يكون في عندي يعني عندك امتحانات يا ابن الصرامي اهلا عليكي
هذيك المرة يا شباب عبوا لكم وقت الإعلانة خمسة خمسة من هون خمسة من هون لخ مين يدون العالم ما أعرف شو العصابة كلها جاتها مجتمعة هون روم نولك عمي روم نون روم بلا ما ذاك الله قتلمت هذيك المرة دروج لا أنا اليوم جاي أكسر لكم راسكم لا طلع من أبيك يطلع هي طلع فرجيك لا تزودت كثير